التي اعتزائها وفرت من هذا السلوك. هل الان الدكتوره كان زكز هذا السلوك واصبح لدي سلوك صرت اراه كنت اراه سلوكا يعني يجب ان نغيره، فالان صار كانه صار لدينا سلوك يجب ان نتبناه، فهل يجب ننصح المرض اي مواطن شعر بألم ما ان يذهب اولا الى الصيدلانية ولا اقرب؟ فكانني رايت ان الدكتوره تؤكد هذا وتقوم بهذا. اريد ان اتساءل، هل القانون يعطي الصيدلانية هذا التصرف؟ هل هناك مصادر قانونيه تزكي او تحمي مثله مثل طبيب متخصص وغير ذلك؟ ولكن الطبيب نجد انه مساعد ممرض، الممرض يكون يدعونا وساعد للطبيب، في حين ان الصيدلاني وهذا الممرض له دورات تكوينيه وله مدارس خاصه مكونه، في حين ان الصيدلاني مساعد له ليست له مثل هذه الامكانيه. فكذلك هنا صار تساؤل، يعني اي واحد ياتي بشهاده كيفما كانت وهو بدون شهاده يدخل الصيدليه يعمل هناك لمده اشهر فيصبح مساعد صيدلي، فهذا يشكل انتم اعطيتم الان وقلتم انكم كونتم جمعيه هنا في العرائش ورجل جميل للمساعدين الصيدليين، يعني ان التواجد هناك اصبحت ان الصيدلي صارت كذلك مكان للتكوين، يعني صارت مكان للتكوين بدون علم وزاره التربيه والتعليم وتوجيه الحقوق وغير ذلك. هل هذا يجوز قانونا؟ وهل لهم هل تدون لهم بشواهد مهنيه تعطيهم ان السطر او السطر الثالث من الجلد صار في الاخت هذا وهو هذا الطب البديل الذي صار الان يغزو جميع الدول العالم، هل للصيدلاني موقف من هذه الان صار الطب البديل وخصوصا الطب البديل اقصد به تداول الاعشاب صار الان كثير اقول